ميكرو فريد، كما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش هاد الخطره نسولوا الناس على القرار ديال الحكومه المفاجئ اللي مع التسعود غيكون حضر ديال التجول. كي جاهم هاد القرار المفاجئ ديال بشعار افتحي يا ورده اغلق يا ورده بكل تواضع، غنسولوك على القرارات المفاجئه ديال الحكومه انهم قرروا البارح ان باش اليوم غيكون مع التسعود ديال الليل غيحبسوا كل شيء. بالنسبة لنا نورمالمون راه خاصهم يديروا أي قرار، خاصو بعدا يعلموا المواطنين، حيت كاين شحال واحد كيكون مسافر، شحال واحد كيكون يعني عند شي حوايج كيكونوا كيديروهم، بنادم جا على بالزربة ما كتكون بالنسبة لنا قرار، لأنه ماشي ما عجبكش هذا القرار ديال الإفتتاحية واردة إغلاقية واردة بكل تواضع. هو أي حاجة أي قرار كيدار خاص المواطنين يكونوا يعني واحد المهلة، لأنه أي واحد خاصو حيت كل واحد عنده شغلات وعنده شحال من حاجة، ولكن باش غيجي في لحظه كيجي وسدو فتح كما قلتي سد فتح راه ميساج اليوم من هذا المنبر. بالنسبه ليا انا ميساج للمسؤولين انهم خاصهم اي حاجه داروها على الاقل خاص يكون واحد يتشاوروا مع المواطنين شحال من حاجه، خصهم يدخلوا يعرفوا الشعب شنو باغي، ماشي انهم غير غيجيو غادي انهم يحطوا شي قرارات لان الشعب اصلا ما موافقش عليه. تحياتي لك. خرجنا الشوارع باش نسولوا على القرار ديال الحكومه المفاجئ، يعني اللي غيولي الحضره التجول مع التسعود ديال الليل كل شيء غيسد كل شيء غيدخل لدارو. كي جاك هذا القرار بكل تواضع؟ هو القرار صحيح ديال الحكومه، ولكن خاصهم يشوفوا من حال هاد الناس ديال الحمامات مساكن وهاد الناس اللي هما دابا سدوا ديال الافراح فين غادي يمشيو. هما دابا تقريبا عامين وهما مساكن تيعيشوا ظروف صعبه، هي ظروف صعبه راه على الجميع، غير الانسان يشوف من هاد الناس والمرض يديروا الحيضه والحضار، المرض راه كاين وكون تبعوا شويه ما كرهنا يخليوا داك التوقيت الاول. ودابا هذا القرار مفاجئ جاك انت عادي، غير هما يتهلاو في الناس ديال الحمامات والناس ديال الافراح يتهلاو فيهم، يخرجوا اللي مشي من حمساكن وحاولوا يخليوا ديك الساعه الاولى ويديروا على الاحتراز الكمامه وهذاك الشيء. ما المرض راه كاين، هذا المرض راه كاين في العالم، المرض راه واعر ونتمنوا الله يبعد لنا هذا الوباء ان شاء الله. هذا هو الجواب ديالك بكل تواضع؟ هذا هو الجواب ديالي يا ودي يا استاذ. اش تبارك الله عليك، الله يحيد هذا الشيء. غنسولوك على قرار ديال الحكومه المفاجئ بان اليوم كل شيء غيتسد مع التسعود، اكثريه الحمامات وقاعات الرياضيه اللي غيبقوا مسدودين، امتى؟ الله اعلم بكل تواضع. واه هذا الشيء مفاجئ، لان كل شيء كان معطل وكان مرتاح، فاذا به تسد لي الانفاس. سد لي انفاس ما بين عشية وضحاها. نقول كانوا يديروها بالمال على الاقل، كل واحد يديروا لي نهار يسدوه وهذا وهذا، واحد اسبوع اسبوعين ريت ما بحال لك بغيتي تفطم واحد الانسان خصك تزاه معاه بشويه بشويه حتى ينسى. واحد في دقه في البلاط الصف سد، لا هذه صعيبه بزاف. وهذا كيديروا معنا ديك 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 الاغنيه اللي كنا كنعرفوا، هذاك النشيد ديال افتتاحيه وارده اغلاقيه وارده. وهذه ماشي نشيد، هذا راه الواقع. الواقع هذا هو الواقع، الواقع باش تقبلوه صعيب شويه. صعيب صعيب, صعيب. يعني انت دابا منين يعني تقبلتي هذا يعني مع التسعود غيسدوا اليوم وهذه ما تقبلتيهاش؟ لا ما نقبلهاش، ما انا قلت لك ريتما كل واحد 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 تجي زوينه، غدا قهوه غدا حمام غدا هذا غدا، اما كل شيء دقه واحده الانسان كان عايش واحد الحريه تصدق مسدود عليه مع التسعود كل شيء سيدخل بحال شي طير غربت عليه الشمس سيدخل. انت دابا بكل تواضع واش ضد هذا القرار ولا متفق معه؟ لا ضد الفكره، ولكن خصهم الحقيقه هي فيها المرض. انا ريتما دقه دقه كنقولوا يتكل بودنجان، ماشي في دقه واحده نزعزع كل شيء مع التسعود لا يعقل. هادو راه ما غيخليوناش ناكلوا بودنجان واقيلا ما غنلقاوش بكل تواضع. بودنجان ولا خيزو ولا تحياتي ليك. ماشي تبارك الله عليك، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. الاخ مغربي ولا اللهجه ديالك مبدله شويه؟ والله سوداني مغربي. سوداني. تحيه للسودان الشقيقه، تحيه لها من هذا المنبر. نسولك على قرار الحكومه المغربيه على الحظر التجول مع التاسعه ليلا. والله بشوفه ما في صالح الشعب. هم اللي كيشوفوا في صالح الشعب لسبب واحد. اول حاجه يعني هي كوظائف، الوظائف ما متوفره للشعب بصفه عامه. وثاني حاجة
يعني انت كده حتكفل على الناس الباب الرزق شوية يعني. انا في رأيي الشخصي يعني قفلوا الباب الرزق ايه؟ يعني حيت غي يسدوا الحمامات، حيقفلوا الحمامات وقاعات الرياضة. ما دابا انت لو سديت قاعات الرياضة سديت الحمامات، الواحد ياكل من وين يترزق من وين؟ وحنا فين غنعوموا بعد؟ حنا راه والله دابا تحك ليا وصغير غتلقى في تلوح بيدالة ديال البروميير. ايه وانت حتعوموا وين؟ فدي مشكلة كبيرة يعني. فالقرار ده لو عايز يتخذوه بوعي فكري، يعني ممكن يتخذوه بطريقة مثلا إجراءات وقائية تكون مشددة على الشعب، وأهم حاجة هي إنه الشعب هو اللي يلتزم. يعني الشعب هو الحي يعني التزامه تكون مسافة الأمان، هي تكون أيوة الكمامة يعني دابا تعقيم. يعني دابا قدامك المقاهي كل شيء قاعد ولا هم حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام. بنت كازا؟ لا بنت مكناس. مكناس، تحية للناس مكناس. الله يخطيك، شكرا. بغينا نسولوك كي جاك القرار ديال الحكومة المفاجئ اليوم كل شيء غيتسد مع التسعود؟ صراحة الله ما نكذبش، مني أنا وجبد كنت عوالي على بزاف الحوايج غنديرهم، مثلا فاش ناخذ الكونجي ونسافر، فجاوني هاد القرارات على غفلة، ما كيكون الواحد عوالي على حتى شي حاجة. صدموك بكل تواضع؟ ماشي بكل بزاف، ماشي صدموني، أنا براسي بقيت حيرة واش نسافر واش ما نسافرش، براسي أنا جاية اليوم وما عرفتش، خايفة بزاف من هاد القرارات، بزاف الحوايج. أنا كتكون داير واحد البروغرام ديالك، عول دير بزاف الحوايج، في الآخر كتلقى راسك أنا ما بين ليلة وضحاها كلشي تبدل. أنت واش ضد إفتاحية وردة ولا إقفالية وردة؟ لا أنا ضد ديال إقفالية وردة، ضد إفتاحية وردة، خصوصا أنهم دابا الحمد لله راه كلشي دابا كان ضد اللقاح، دابا كلشي ولا كيلقاح، بزاف الحوايج تحسنوا، ما فهمتش علاش جاب على غفلة ويسدوا، ما فهمت والو. على غفلة ما قريت حسابه، ما قريت حسابه، وعلى غفلة تحياتي ليك. أنا أول مرة جاية ربي يديروا بالرأي ديال الشعب، شنو كيفكر بزاف الحوايج، حيت هذا الشيء ماشي في صالح الشعب. يعني خاصهم ياخذوا بعد الموافقة ديال الشعب عاد باش يحطوا القرار. حيت هذا الشيء على غفلة كيجي شوية ما هواش، حيت بزاف الحوايج كيضروا الإنسان. ميساج لك الأخير ليهم، لأنك أنت غتسافري ودابا ما عرفتي راسك واش غتسافري ولا غتبقاي ولا شنو غدير. ايوا عافاكم، تبقاو تفكروا فينا شي شويه، حيت راه هاد القرارات اللي على غفله راه ما كنعرفو منين شنو نديرو، هكا على غفله تبقاو تاخذوا بالراي ديالنا شي شويه. بكل تواضع. بكل تواضع، شكرا.